صفاء السرير الحين شفي ابو عبد الله انا راعي خطوط واعتمد على ثم على الرادو في الطريق ما شاء الله انتم معي على السماع ما شاء الله عليك اي على السماع على الرادو ايه؟ فاذا سمع فتحت الرادو في النهار يلا جيب موجتين ثلاثه ويزرزر عارف شلون يزرزر يطلع ايه؟ صوت يطلع برز قرر ما يطلع موجات في الليل سبحان الله يجيب كل الموجات صافي ليش في السكون هدوء ايوه في السكون كذلك قلبك اذا صفى يجيب لك كل الموجات سبحان الله الله جات الحب قولوا ما شاء الله عليك الله عليك انت ترى عندي استنباطات انا ما شاء الله عليك ما شاء الله قولوا ما شاء الله صاحب عبد الله يجيب لك ما شاء الله المحبة الحب لله الاكرام يعني. الاحترام التقدير تجيك الصفات ليش لان القلب مهم وانا تو قلت الاخ سجل لي مقطع قلت له بطبيعه القلب يتاثر من اي كلمه من اي نظره من اي همسه ولذلك الرسول هو رسول عبد الله يوم طلع على الصحابه ذات يوم قال صلى الله عليه وسلم لا تطروا لي اصحابي لا تخبروني عن اصحابي شيء ليش ابو عبد الله قال لا تخبروني عن اصحابي شيء ما يحمل في قلبي حق هو الرسول المعصوم الله اكبر قال فاني احب ان اخرج اليكم ايش سليم الصدر صور محمد الذي غسل قلبه وهو ابن 3 سنوات صح ابو عبد الله صحيح هو ابن 3 سنوات نزل جبريل بطست من الجنه طشت وغسله وطلع شيء اسود رماه قال هذا حظ الشيطان فيه ومع هذا القلب الذي غسله من 3 سنوات بعد 53 سنة في المدينه بعد 53 سنة يعني بقى كم سنه يا ابو عبد الله بعد 50 سنة 50 سنة قال لا تطروا لي لا تخبروني عن اصحابي شيء فاني احب ان اخرج اليكم سليم الصدر فما بالك اذا جت الزوجه قالت اختك قالت ترى اختك سوت ترى اختك فعلت ايش رايك ابو عبد الله يعني اي احد عمتك يعني اخوك زميلك في الدوام يجي للمدير يقول ترى فلان صح ولا لا نعم القال والقيل اي يعني هذه سبحان الله تؤثر وما تؤثر والله نهى عنها الرسول لما نهى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم وكرها في البخاري ايه وكرها الي من دنياكم ايش القيل والقال قيل والقال الانسان يجاهد نفسه القضيه عشان ايش يرتاح وقلبه يصير قلبك مستانس وفال لها ومفرفش مثل حمامة إذا جاها مواطن مطر، إيش تسوي الحمامة إذا جاها بالمطر؟ من يعرف يا إخوان؟ تكسر اليمين يسار ها؟ تنفض روح لا لا تشي ما تلاحظونها؟ إيش معنى تشي؟ والله ما ندري يبغى لها ذي تشي تبغى نشوف إن الحمامة يعني قصدي إنها تستانس المطر ما تستانس وتحس الريشة تغسل وتنظف وما تنظف وكذلك القلب خلاص ينتعش وذاك مدح ابراهيم عليه السلام الله اذ جاء ربه بايش قلب سليم قلب سليم